إلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع، انتهت بارتفاع معظم المؤشرات بعد هبوط 3 جلسات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب. خسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.18% ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة.